بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات مركز التعليم المستمر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. اليوم بإذن الله هنستعرض مع حضراتكم المحاضرة السابعة من مقرر اقتصاديات سوق العمل، وهنتطرق فيها إلى النظرية الثانية من نظريات عرض العمل، وهي نظرية الإنتاج المنزلي، بعد ما تطرقنا في المحاضرة الخامسة والستة إلى نظرية قرار العمل. وكما جرت العادة بنذكر دايما في بداية المحاضرة بأهم النقاط اللي شرحناها في المحاضرة أو الدرس السابق. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن التحليل البياني لنظرية قرار العمل، وقلنا إن العامل دايماً بيسعى إلى تعظيم منفعته، يعني التواجد عند نقطة تماس بين منحنى المنفعة المتساوية، أو بنقول عليه منحنى السواء، وخط الدخل. كذلك تحدثنا عن الحلول الركنية، وهي إما اختيار العامل تخصيص كامل الوقت للعمل، وبالتالي الحصول على أعلى أجر، أو تخصيص كامل الوقت للراحة، أو كنا بنقول عليه قرار عدم العمل، وبالتالي هنا عدم الحصول على أي من الأجر من العمل. وقلنا إن الخيارات كلها مرتبطة بعدد من العوامل، منها الأجر الإسمي من سوق العمل ودخل الفرد من غير العمل، وأضفنا إليهم كمان أذواق وتفضيلات العامل. اليوم بإذن الرحمن هنتطرق إلى النظرية الثانية من نظريات عرض العمل، وهي نظرية الإنتاج المنزلي. نظرية الإنتاج المنزلي هي نظرية من نظريات عرض العمل وليس الطلب على العمل، أي تدرس سلوك العامل وليس سلوك المنشأة. قلنا إن إحنا جانب العرض هنا بيمثلنا إحنا كقوة عاملة، بيمثل العمال. فنظرية الإنتاج المنزلي مثل نظرية قرار العمل تمثل عرض العمل، أو يعني بنقول إن هي نظرية من نظريات عرض العمل، يعني بتدرس سلوك العامل وليس سلوك المنشأة. وهذه النظرية مبنية على مجموعة من الفرضيات، فهي بتعتبر إن الأسرة بتتكون من الزوج والزوجة فقط، وده للتبسيط مش أكتر. يعني هنا نظرية بتعتبر إن أنا عندي فقط في الأسرة زوج وزوجة. وهذه النظرية تعتبر أن الأسرة ليس فقط وحدة مستهلكة، أو عفوا مستهلكة، ليس وحدة مستهلكة بل أيضا منتجة للسلع. يعني أنا مش مجرد إن أنا بستهلك سلع وخدمات، لكن كمان بنتج سلع. بمعنى آخر إن المنزل هو مكان ليس فقط مخصص للاستهلاك، بل مكان أيضا يخصص لإنتاج بعض السلع التي تستهلكها الأسرة. وهذه النظرية تعتمد في تفسيرها في عرض العمل دائما، هدفنا هنا الرئيسي والأساسي هو البحث عن ساعات العمل المعروضة. مثل ما بحثنا في نظرية قرار العمل، بحثنا برضو عن الساعات التي سيعرضها العامل من خلال طلبه على الراحة. نفس الشيء في نظرية الإنتاج المنزلي، الغاية هنا أو الهدف الرئيسي هو البحث عن عرض العمل بناء على القرارات التي تؤخذ داخل الأسرة. لماذا؟ لأن هذه النظرية تعتبر أن جزء مهم من الوقت الذي سيقضى في المنزل يخصص لنشاطات إنتاجية وليس استهلاكية. يعني أنا في جزء من الوقت كمان هنتج فيه، مش كل الوقت هستهلكه. أي أن الفرد هنا بيخير البقاء في المنزل، لا يكون بالضرورة يعني مستهلكا لأوقات الفراغ، وإنما قد يستغل جزء من وقت الفراغ لإنتاج سلع تعود بالمنفعة له ولأسرته. وأشرنا سابقا في أول دراستنا لنظرية قرار العمل، قلنا إن نظرية قرار العمل بتفسر عرض العمل في إطار الطلب على الراحة، ذكرنا كده في المحاضرات الماضية. وقلنا إن الراحة لا تعني الفراغ التام، يعني مش بخصص الوقت كله للنوم،
يعني بس معناها ان عدم القيام باي نشاط، او بمعنى اخر ان انا ما بخرجش لسوق العمل وبشتغل، تمام، بس في عندي امكانية ان انا اقوم بانشطة اخرى. فهنا في نظرية الانتاج المنزلي بتعتبر ان الفرد لما بيخير البقاء في المنزل، اللي هي ساعات الراحة اللي بيخصصها للمنزل، لا تخصص بالضرورة فقط الى الراحة الفعلية او الفراغ، بل جزء منها سيخصص الى انتاج سلع تعود بالمنفعة على الاسرة، وده اللي بنسميه هنا نظرية الانتاج المنزلي، واللي هنبدأ ندرسه من النهاردة ان شاء الله. لان الوقت المتاح او الوقت المخصص للراحة جزء منه هيخصص لانتاج منزلي، يعني انتاج سلع تعود بالمنفعة على الاسرة، والاسرة زي ما افترضنا ان هنا ان العامر راشد اقتصاديا، عنده رشد اقتصادي، يعني بيسعى دائما الى تعظيم الاشباع، يعني نفس الشيء، يعني الاسرة بتعتبر هنا وحدة اقتصادية تتميز بالرشد الاقتصادي، يعني مش الزوج لوحده او الزوجة لوحدها، لا، هنعتبر ان الزوج والزوجة وحدة اقتصادية واحدة تتميز وتتمتع بالرشد الاقتصادي، يعني بتحاول دايما ان هي تعظم من منفعتها من السلع المتاحة، تمام، عن طريق التخصيص الامثل للوقت المتاح وللدخل. مرة تانية هنا بنذكر ان الرشد الاقتصادي المقصود به حسن توظيف المواد، يعني انا بحاول اوظف توظيف جيد للمواد، استخدمها استخدام رشيد لتحقيق اقصى اشباع. فالاسرة هنا بنعتبرها وحدة اقتصادية واحدة بتتميز بالرشد الاقتصادي، وتسعى الى تعظيم المنفعة من السلع المتاحة عن طريق تخصيص امثل للوقت المتاح وللدخل. يعني السؤال اللي بتسعى ليه هذه النظرية للإجابة عليه هو نفس السؤال اللي طرحناه في نظرية قرار العمل، وهو إيه؟ كيف سيتم تقسيم الوقت المتاح بين العمل بأجر في سوق العمل وبين الفراغ، وهنا الفراغ قلنا هيخصص للإنتاج المنزلي. إذن هذه النظرية مثل ما أشرنا في البداية هي نظرية من نظريات عرض العمل، وتسعى إلى الإجابة على السؤال التالي: كم عدد ساعات العمل التي سيعرضها الفرد من العائلة؟ وبطريقة غير مباشرة يعني ممكن نقول كم ساعة سيتم تخصيصها للإنتاج المنزلي أو للترفيه أو الرفاهية؟ يعني نفس السؤال اللي طرحناه سابقا في نظرية قرار العمل هو نفسه اللي هيعرضه في هذه النظرية، نظرية الإنتاج المنزلي: كم سيعرض الفرد من ساعة عمل، أو بطريقة أخرى كم سيطلب من ساعة راحة؟ يعني أكيد طبعا لو أنا قلت والله من 16 ساعة اللي قلنا عليهم الساعات المتاحة للفرد، تمام، إن عندي 10 ساعات مثلا للعمل، فبالتالي أكيد الوقت المتبقي هيكون للراحة والعكس كذلك. يعني بنقول إن اللي هيتبقى هيكون وقت للراحة، أو اللي هيتبقى من وقت الراحة هيخصص للعمل، تمام؟ نفس الشيء هنا الأسرة هتبدأ تقرر كم ساعة هتخصصها للإنتاج المنزلي، وباقي الساعات هيخصص للعمل خارج المنزل، أي العمل في سوق العمل. وكما ذكرنا منذ قليل إن هذه النظرية مثل بقية النظريات تعتمد على مجموعة من الفرضيات. نبدأ مع بعض نشوف إيه هي الفرضيات لنظرية الإنتاج المنزلي. مرة تانية بنقول إن هنا بنبدأ نشوف مع بعض السؤال التالي اللي هنحاول إن احنا نجاوب عليه: كم عدد ساعات العمل التي سيعرضها الفرد من العائلة؟ يعني وبطريقة غير مباشرة كم ساعة يتم تخصيصها للإنتاج المنزلي أو للرفاهية؟ ده دورنا اليوم في الإجابة على هذا التساؤل. هنبدأ نستعرض مع حضراتكم الآن الفرضيات اللي بتعتمد عليها نظرية الإنتاج المنزلي. أول فرضية بتقول إن الأسرة تتكون فقط من الزوج والزوجة، وده قلنا للتبسيط، يعني الأسرة فقط فيها الزوج والزوجة، هي الوحدة التي تستهلك وتنتفع وتتمتع بالسلع، يعني هي وحدة واحدة، هنا ما بنفرقش ما بين الزوج والزوجة، الاثنين عندهم دالة منفعة واحدة، وهدفهم تعظيم الإشباع، يعني ليس كل فرد على حدة، الزوج لوحده والزوجة لوحدها، لا، بل تعظيم الإشباع لنفس الوحدة. يعني التحليل هنا مبني على الوحدة وليس على الفرد،
يعني الوحدة اللي بنقول عليها بالمعنى الاقتصادي متكونة هنا من فردين اللي هما الزوج والزوجة فقط، وليس كل فرد يسعى بمفرده لتعظيم الإشباع والمنفعة الخاصة به، بل إن الأسرة هي وحدة أو وحدة متكاملة عندها دالة منفعة واحدة تسعى إلى تعظيم هذه المنفعة للحصول على أقصى إشباع. إذن الأسرة هي الوحدة التي تستهلك وتنتفع وتتمتع بالسلع، والسلع هنا المقصود بيها السلع اللي بيتم إنتاجها داخل المنزل. دي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية بتقول معايا إن الزوج والزوجة بيستمدون منفعة مشتركة من الاستهلاك، بمعنى إن الأسرة لها منفعة واحدة. الفرضية الثالثة تعتبر أو بتعتبر إن الكثير أو بعض ما تستهلكه الأسرة، بتعتبر هنا الفرضية الثالثة إن الكثير أو بعض ما تستهلكه الأسرة يمكن إنتاجه بالمنزل، يعني ممكن الحاجات اللي أنا بستهلكها أنتجها داخل بيتي، ولذلك سميت هذه النظرية بهذا الاسم نظرية الإنتاج المنزلي، لأن بتعتبر إن المنزل يمكن للأسرة أن تخصص المنزل لإنتاج سلع تعود بالمنفعة على الأسرة. والنظرية دي نظرية الإنتاج المنزلي بتعتبر يعني إذن إن المنزل يتخذ فيه قرارين، يعني أنا في المنزل بتخذ هنا قرارين، قرار خاص بالاستهلاك وقرار خاص بالإنتاج. اتعودنا دايما إن المنزل هو للاستهلاك فقط، لكن في هذه النظرية هنا بنعتبر أيضا إن المنزل يتخذ فيه قرارين، قرار خاص بالاستهلاك وقرار خاص بالإنتاج. سنبدأ الآن بالتحليل الوصفي لهذه النظرية، نظرية الإنتاج المنزلي. وباعتبار إن في المنزل بيتم اتخاذ قرار من القرارين أو قرارين، قرار خاص بالاستهلاك وقرار خاص بالإنتاج. في الأسرة لابد أن تحدد ما هي السلع التي تستهلكها وكيف ستتحصل على هذه السلع، وهذه النظرية بتعتبر أن الأسرة ستستهلك الوجبات الغذائية، هتبدأ تستهلك الوجبات الغذائية. يعني الفرضية هنا أن يكون التركيز على الوجبة الغذائية، كيف سيتم الحصول على هذه الوجبة الغذائية، كيف سيتم إعدادها، كيف سيتم استهلاكها. هذه كلها سنرى إنها تتم عن طريق خيارات، يعني كل اللي احنا بنقوله دلوقتي ده هنحصل على الوجبة الغذائية ازاي، هيتم إعدادها ازاي، هنستهلكها ازاي، كمان كل ده هيكون عن طريق مجموعة من الخيارات. يعني الأسرة هنا عندها خيارات للحصول على الوجبات الغذائية. يعني إذن هنا نظرية الإنتاج المنزلي بتفترض إن الأسرة تستهلك الوجبات الغذائية، كل الأسر طبعا بتستهلك الوجبات الغذائية، ده طبيعي جدا، لكن هنا المقصود إيه؟ المقصود في هذه النظرية إن الأسرة جزء من الوجبات الغذائية، قد تتمكن من إنتاجه داخل المنزل، أي ستخصص جزء من الوقت المتاح لإنتاج بعض أو كل يعني استهلاكها من وجبات الغذائية. في كيفية الحصول على الوجبة الغذائية هنا بيتم عبر ثلاث خيارات، عندي هنا ثلاث خيارات. الخيار الأول في الشريحة السابقة كان بيفترض إن الأسرة بتتناول الوجبة الغذائية في المطعم، أنا هروح المطعم أتناول الوجبة الغذائية بتاعتي، أي لا تتناولها في المنزل بل في المطعم. وهذا الخيار بطبيعة الحال بيفترض إن الوقت المخصص لاستهلاك الوجبة الغذائية سيكون في أدنى مستوى له، وسيخصص أغلب الوقت لسوء العمل. أنا دلوقتي وأنا رايحة المطعم عشان أتناول الوجبة الغذائية، فأنا لسه مش هشتري مكونات الوجبة ولا لسه هبدأ أطهي الوجبة وأقوم بإعدادها، لا أنا على طول هروح المطعم أتناول الوجبة، فبالتالي أنا عندي وقت متبقي كبير. هذا الوقت هيروح فين؟ هخصصه أغلبه لسوء العمل، للعمل في سوء العمل. فالوجبة الغذائية زي ما ذكرت في المطعم لا تستغرق الوقت الكثير، فنحن نلاحظ على أرض الواقع إن أغلب الأسر اللي بيشتغل فيها الطرفين الزوج والزوجة أغلب الوقت كله مقضيينه في سوق العمل، بيعملان غالبا ما تكون الوجبة الغذائية تكون خارج المنزل أي في المطعم. لماذا؟ لأن في المطعم هيتم تخصيص وقت قليل لتناول الأسرة، وبيفترض إن الوقت المتبقي يخصص لسوق العمل حسب هذه النظرية.
إذن الأسرة يمكن لها أن تتناول الوجبة الغذائية في المطعم، وفي هذه الحالة إذا كانت الأسرة قررت تناول الوجبة الغذائية في المطعم فهذا يفترض أن الأجر في سوق العمل مغري. أنا دلوقتي بقبض مرتب كبير قوي وأجبر أجر كبير، فبالتالي ساعات العمل كبيرة جدا، فللأسف مش هقدر أن أنا يبقى عندي ساعات مخصصة للإنتاج المنزلي، أو أن أنا أبدأ أعمل الأكل بتاعي وأخصص وقت لشراء المكونات الغذائية وأعد الطعام وهكذا. فالوقت المتبقي اللي عندي البسيط هتناول فيه الوجبات في المطعم. تمام، فهنا بنفترض أن الأجر في سوق العمل في الخيار الأول مغري، والأسرة هتحاول أنها تخصص أغلب الوقت لسوق العمل للحصول على أكبر عائد أو أجر. ده كان الخيار الأول. الخيار الثاني بيفترض أن الأسرة بتشتري مكونات الوجبة من السوق. أنا بنزل أشتري مكونات الوجبة من السوق، وبتعمل إيه؟ وبتعدها في المنزل ثم تستهلك. يبقى أنا هنا في الخيار الثاني بشتري المكونات، وأنا اللي بحضر الوجبة الغذائية في المنزل وبستهلكها. وهذا تقريبا جزء كبير أو أغلب الأسر مننا بتعمل كده، بنشتري مكونات الوجبة الغذائية من السوق وبنعدها في المنزل. في هذه الحالة الوقت المخصص لإعداد الوجبة واستهلاكها هيخفض من الساعات المعروضة للعمل. أنا أخدت فترة زمنية عشان أشتري المكونات وعشان أعد الطعام وعشان أستهلكه، ده كله هيقلل من الساعات المعروضة للعمل. لماذا؟ لأن إعداد الوجبة الغذائية، شراء مكوناتها، استهلاكها في المنزل هياخد أكبر وقت مقارنة بالخيار الأول اللي احنا اتكلمنا عليه منذ قليل، وهو تناول وجبة غذائية في المطعم. فتناول وجبة غذائية في المطعم هنا يعني الحل ده هيمكن الأسرة من تخصيص أكبر عدد من الساعات المعروضة للعمل في سوق العمل. إنما في الخيار الثاني للأسف هذا الخيار هيخفض من الساعات المعروضة للعمل. يبقى الخيار الثاني مرة تانية هو الخيار الوسط. هو الخيار الوسط إن الأسرة يعني بتخصص الوقت بتاعها المخصص، الوقت المخصص يعني ليها لشراء وإعداد واستهلاك الوجبة الغذائية هيكون أكبر من الخيار الأول، وبالتالي عدد الساعات المتبقي يكون أقل مقارنة بالخيار الأول. الخيار الثالث اللي متاح أمام الأسرة هو عكس الخيار الأول تماماً. إيه اللي بتعمله هنا الأسرة في الخيار الثالث؟ هو إنتاج الأسرة لكل مكونات الوجبة الغذائية وإعدادها في المنزل. أنا ولا هروح مطعم ولا هروح ولا هاجي، أنا في المنزل عندي مثلا وليكن قطعة أرض صغيرة كده ببزرع فيها المكونات الغذائية اللي أنا محتاجها، فهبدأ أنتج أنا كل مكونات الوجبة الغذائية وأقوم بإعدادها. هنا بنتج مكونات الوجبة الغذائية بالكامل، مثلا لو عندي قطعة أرض زراعية بنتج كل شيء أنا محتاجاه، فهنا ما بحتاجش أبدا إن أنا أروح المطعم أو أشتري مكونات الوجبة من السوق. وعشان كده بنقول إن هذه الحالة عكس الخيار الأول تماماً. أغلب الوقت المتاح هنا أو الوجبة الغذائية هنا هتستحوذ على الوقت الأكبر. أنا محتاج وقت بقى عشان أنتج، أنا اللي هنتج كمان دلوقتي، مش هشتري ولا هروح المطعم، لأ ده أنا اللي هنتج مكونات الوجبة وبعد كده أبدأ أقوم بإعدادها ثم أستهلكها، فده هياخد مني وقت طويل جداً، وبالتالي الوقت أيضا المخصص لسوق العمل أو بنقول عليها الساعات المعروضة في سوق العمل هتكون هنا عند أدنى مستوى لها، هتكون قليلة جدا جدا مقارنة بالخيار الأول والخيار الثاني. مرة تانية نعرض أمام حضراتكم كده في شكل بسيط الثلاث خيارات يعني المتاحين أمام الأسر في نظرية الإنتاج المنزلي. تحدثنا عن الخيار الأول وهو الأسرة تتناول الوجبة الغذائية في المطعم، وبالتالي هنا هيكون أكبر وقت عندي متاح أو مخصص للساعات المعروضة للعمل في سوق العمل. الخيار الثاني الأسرة تشتري مكونات الوجبة من السوق وتعدها في المنزل، وهنا ذكرنا ان انا هيبقى عندي وقت للاسف يعني او يعني دي اغلب الاسر بتعمل كده الصراحه، ان هيبقى اغلب الوقت مخصص لشراء الوجبات الغذائيه واعداد الوجبات الغذائيه، فبالتالي ده هيقلل من الساعات المعروضه للعمل. اما الخيار الثالث وهو يعني عكس تماما الخيار الاول
فهو إنتاج الأسرة لكل مكونات الوجبة وإعدادها في المنزل، ولا رحت مطعم ولا اشتريت مكونات، أنا قمت بإعداد وإنتاج هذه المكونات داخل المنزل وقمت بإعدادها، فاستغرقت وقت طويل جدا جدا. فهنا الساعات المعروضة أو المخصصة للعمل هتكون عند أقل مستوى لها بالمقارنة بالخيار الأول والخيار الثاني. السؤال المطروح هنا، ما هو الخيار المثالي بالنسبة للأسرة؟ أفضل خيار من الثلاثة إيه؟ أختار أي خيار منهم؟ السؤال بطبيعة الحال يعني لا توجد له إجابة موحدة، يعني ما فيش إجابة أقدر أقول هي دي الإجابة النموذجية، هي دي الإجابة المثالية، لا، يعني كل أسرة عندها خيارات، والخيارات الثلاثة بيتم اختيار واحد منها بناء على عدد من العوامل السابقة اللي تم ذكرها في نظرية قرار العمل، وهي في مثلا كان الأجر في سوق العمل. زي ما احنا عارفين ان كل ما الأجر كان مرتفع وعالي في سوق العمل، كل ما كان ده يعني محفز لينا ان احنا نبدأ نخصص وقت اكبر فين في العمل، ونخصص وقت اكبر لسوق العمل، وبالتالي هنا بيفترض انها تختار الخيار الاول، وهو تناول الوجبة الغذائية في المطعم لاستغلال اكبر وقت فين للعمل. العامل الثاني هنا دخل الفرد من غير العمل، اللي احنا قلنا عليه مستوى ثراء الفرد او مستوى ثراء الاسرة، بقى بما اننا احنا بنتكلم على وحدة اقتصادية، الزوج والزوجة وحدة اقتصادية واحدة، فاحنا بنتكلم على الاسرة، مستوى ثراء الاسرة. فكلما كانت الاسرة ثرية عندها ثروات، كلما خصصت يعني اقل وقت للعمل. بالإضافة للعامل الثالث وبرضو ذكرناه في نظرية يعني قرار العمل تم ذكره أيضا، وهو ذوق وتفضيلات الأسرة، يعني إلى أي مدى الأسرة بتخير أكبر ساعات للعمل، أو إلى أي مدى الأسرة بتخير تخصيص أكبر وقت للإنتاج المنزلي. يعني كل أسرة هتبدأ تختار بناء على هذه المحددات للإجابة على السؤال التالي، وهو ما هو الخيار المثالي للأسرة؟ فلا يمكن أن نجد إجابة زي ما ذكرنا واحدة للأسر، كل أسرة عندها عوامل، يعني كل أسرة عندها عوامل بتأثر في خياراتها، سواء الأجر الإسمي أو الثروة اللي عندها أو أذواق وتفضيلات الأسرة. إذن السؤال هنا هو ما هو الخيار المثالي للأسرة؟ ودايما بنبحث عن عدد الساعات المعروضة للعمل، أي كم عدد يعني كم عدد العمال أو كم عدد الساعات التي ستخصص للعمل. تمام، هنبدأ نستعين مع حضراتكم في الجزء التالي بتحليل بياني عشان يكون أكثر تفسيرا لخيارات الأسرة في تعظيم المنفعة في ظل نظرية الإنتاج المنزلي. إذن في بداية التحليل البياني لنظرية الإنتاج المنزلي، نضع أمام أعيننا أيضا السؤال يعني اللي محتاجين نجاوب عليه، وهو ما هو الخيار المثالي للأسرة من الخيارات اللي احنا ذكرناها منذ قليل، الخيارات الثلاثة. هنا هنحدد الخيار ونحدد عدد الساعات التي ستخصص للعمل، وتختار الأسرة أحد الخيارات بهدف تعظيم المنفعة بناء على مجموعة من العوامل، منها الأجر الإسمي المعروض في سوق العمل، مصادر دخل الأسرة من غير العمل، وأذواق وتفضيلات الأسرة. وهنبدأ نستعين برسم بياني فقط للتوضيح، لتوضيح خيارات الأسرة لتعظيم المنفعة، وكما ذكرنا إن إحنا مش مطالبين أبداً بالرسومات البيانية، فقط مطالبين بالاستنتاجات والفرضيات، ونشوف يعني هذا الرسم نتج عنه إيه أو بيوضح لي إيه بالظبط. فاحنا هنا بنوضح الرسم البياني اللي هنستعرضه ان شاء الله في الشريحة القادمة، كيفية اتخاذ القرارات بشأن عدد الساعات المعروضة من العمل من قبل الأسرة. وهنشوف يعني في الرسم البياني عندنا خطوط حمراء متقطعة، دي اللي بتنطلق من نقطة الأصل، الخيارات المتاحة أمام الأسرة، في عندي أكتر من خيار، وبيمثل الخيار A تناول الطعام في المنزل، عفوا في المطعم، يمثل الخيار A تناول الطعام في المطعم، والخيار B بيتمثل في شراء مكونات الوجبة الغذائية وإعدادها في المنزل، اللي هو كان الخيار الثاني. يبقى الخيار الأول A اللي هو كنا بنتوجه للمطعم ونبدأ نتناول في المطعم بناء على إيه؟ إن أنا عندي أكبر وقت كان للعمل. والخيار الثاني اللي هو B بيتمثل في شراء مكونات الوجبة الغذائية وإعدادها في المنزل، ده كان الخيار الثاني اللي كان معانا.
والخيار الثالث بقى اللي هو بيتمثل في انتاج واعداد واستهلاك الوجبة في المنزل. يبقى انا خصصت هنا المنزل للانتاج المنزلي، كل المكونات الوجبة الغذائية انتجتها وقمت باعدادها. وذكرنا ان في الخيار الثالث ده هنا بيكون الوقت المخصص لسوق العمل اقل بكثير مما هو عليه في الخيار الاول والثاني. والخط الازرق اللي هنشوفه في الشريحة اللي جاية بيمثل، الخط الازرق بيمثل قيد الميزانية، يعني بمعنى ما تمثل U1 و U2 منحنيات السوائل. يبقى الخط الازرق اللي هنشوفه دلوقتي هو قيد الميزانية، و U1 و U2 دي منحنيات السوائل. نبدأ نستعرض الآن الرسم البياني اللي بيوضح نظرية الإنتاج المنزلي، ونستعرض أكتر عليه الكلام اللي موجود قدامنا ده. في هذا الرسم بيوضح أمامنا التحليل البياني لنظرية الإنتاج المنزلي، بيمثل المحور الرئيسي قيمة السلع والخدمات، قيمة السلع والخدمات، وبيمثل المحور الأفقي ساعات الإنتاج المنزلي، ساعات الإنتاج المنزلي. لو نرجع كده بالذاكرة للمحاضرة السابقة وكنا اتكلمنا في نظرية قرار العمل، كان عندنا في المحور الأفقي كان بدل الساعات الإنتاج المنزلي كان عندنا الساعات المخصصة لإيه؟ للراحة، كانت الساعات اللي هي للفراغ، ساعات الفراغ أو ساعات الراحة. تمام؟ كما ذكرنا ان نقطة الاصل عند النقطة 0 او عند 0 هنا او 0، وبينتج عني 3 نقاط او 3 يعني اعمدة طلعة من نقطة الاصل، بتنطلق من نقطة الاصل في شكل خطوط حمراء. عندي فيها A و B و C، في خط بيمثل A وخط تاني بيمثل B وخط تالت بيمثل C. الخط الاول اللي هو بيمثل A قلنا ده بيمثل الخيار الاول، وهو أن الأسرة تتناول الطعام في المنزل. طيب الخط الثاني B ده بيمثل أن الأسرة بتبدأ تشتري مكونات الوجبة الغذائية ثم تقوم بإعدادها ومن ثم تستهلكها في المنزل. الخط الثالث C، وده بيمثل بقى أن الأسرة بتقوم بإنتاج مكونات الوجبة الغذائية وتقوم بإعدادها واستهلاكها، وبالتالي بتخصص أقل وقت للعمل مقارنة بالخيار A و B. تمام؟ واتكلمنا وقلنا إن الخط الأزرق ده بيمثل قيد الميزانية، قيد الميزانية، وعندي هنا منحنيين من منحنيات السوائل U1 و U2. لو نلاحظ بس قبل ما نشوف الاستنتاج من هذا الرسم، إن عندي في ساعات الإنتاج المنزلي لو أنا بتجه من نقطة الأصل وهي الصفر اللي باللون الأزرق الصفر، لو بتجه إلى يميناً، بتجه يميناً على المحور الأفقي، هنجد إن عندي ساعات الإنتاج المنزلي بتزيد. كل ما اتجهت من نقطة الأصل اللي هي نقطة زيرو عندي هنا يميناً على المحور الأفقي، كل مادة الساعات الإنتاج المنزلي بتزيد. طب وفي المقابل هل هيبقى عندي وقت متاح بقى للعمل المخصص في سوق العمل؟ قال لي لا، بالعكس، هنا ساعات العمل المعروضة أو الساعات يعني المعروضة للعمل في سوق العمل بتقل. مرة تانية، كل ما بتجه يمينا من نقطة الأصل إلى ناحية اليمين في المحور الأفقي، كل ما بتزيد عندي ساعات الإنتاج المنزلي، يعني كانت صفر بقت 11 ثم 16. طيب وإيه في المقابل بقى للساعات المعروضة للعمل؟ أنا كنت صفر، فبالتالي ال 16 ساعة اللي هما متاحين ليا في اليوم خصصتهم كلهم للعمل. طيب لما اتجهت يمينا زودت ساعات الإنتاج المنزلي بقى 11، هيتبقى كم من ال 16 ساعة؟ قال لي هيتبقى 5 ساعات، دول هخصصهم للعمل في سوق العمل. طيب هتجه يمينا كمان، بدل ما كنت 11 في الإنتاج المنزلي، ساعات المخصصة للإنتاج المنزلي، هكون 16، فبالتالي هل كده عندي أي ساعة مخصصة للعمل؟ قال لي مفيش ولا ساعة عمل، فبالتالي ساعات العمل المعروضة تساوي الصفر. هنا بنلاحظ من الرسم السابق إن عند الخيار A بتخصص العائلة أقل عدد من الساعات لتناول الوجبة الغذائية، وبالتالي هنا بتعرض أقصى ما يمكن من ساعات في سوق العمل. يعني لو كنا نشوف الرسم السابق هنشوف عند الخيار A كان عندي ساعات قليلة جدا جدا، يعني بعرضها لتناول الوجبة، لأن أنا أصلا بتناولها فين؟ في المطعم، فبالتالي ما بستهلكش وقت
ان انا اشتري مكونات الوجبه وان انا اعدها في المنزل، لا انا هروح المطعم على طول، هروح المطعم اتناول الوجبه، فيعني وقته صغير جدا، فبالتالي معظم الوقت واقصى وقت عندي هيكون مخصص لمين؟ لساعات العمل في سوق العمل. وهذا الخيار بيفترض ان الاجر في سوق العمل مرتفع، هنا بقى الاجر مغري في سوق العمل، فبالتالي انا بخصص اكبر وقت ليه، وعشان كده ما عنديش اي وقت ان انا اشتري مكونات وجبة غذائية وان انا اعدها، فبتوجه على طول للمطعم، والامر ده بيدفع الاسرة لعرض اكبر عدد من الساعات في سوق العمل. في المقابل بقى عكس ايه تماما هو الخيار سي. الخيار سي هنا الخيار سي متمثل في ان الاسرة بتنتج مكونات الوجبة الغذائية وبتعدها وبتستهلكها في المنزل. يبقى في الخيار سي المتمثل في انتاج واعداد واستهلاك الوجبة في المنزل بتخصص له الاسرة اكبر وقت، يعني بتخصص له الاسرة الجزء الاكبر من الوقت، وده يعني عكس تماما الخيار A، وبالتالي بتعرض اقل عدد ممكن من الساعات في سوق العمل. وهذا الخيار هنا بيفترض ان الاجر الاسمي في سوق العمل منخفض، وده الامر اللي بيدفع الاسرة لعرض عدد قليل من الساعات في سوق العمل. انا قدامي الاجور المتاحة في سوق العمل منخفضة جدا، فعشان كده يعني اخصص اكبر وقت ان انا انتج منزليا واعد الوجبات في المنزل، وان انا يعني اعد كل مكونات الوجبة واستهلكها في المنزل، وبالتالي هيكون عندي وقت اقل جدا للساعات المخصصة للعمل عكس الخيار A. هنا ما زلنا نحتاج برضو الإجابة على التساؤل الأساسي اللي احنا ذكرناه منذ قليل، اللي هو ما هو الخيار المثالي للأسرة اللي عنده بقى الأسرة بتحقق أقصى، يعني بتعظم المنفعة بتاعتها، أقصى منفعة وأقصى إشباع. فبنقول هنا إن بيتحقق التوازن أو تعظيم المنفعة عند نقط التماس بين خط الدخل أو قيد الميزانية، بنقول عليه إما خط الدخل أو قيد الميزانية، الاثنين بنفس المعنى، ومنحنى السواء. وبيمثل منحنى السواء التوليفات من الوقت وقيمة السلع والخدمات التي تمكن الأسرة من الحصول على نفس مستوى الإشباع. أنا عندي كل منحنى سواء في مجموعة توليفة من الوقت اللي أنا هخصصه للإنتاج المنزلي أو للعمل، وقيمة السلع والخدمات اللي هتمكن الأسرة لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو إيه؟ وهو تعظيم المنفعة أو الحصول على نفس مستوى الإشباع. فالأسرة هنا بتحصل على المنفعة من قيمة الوجبة الغذائية وكذلك من العمل أو الأجر اللي هناخده من جراء هذا العمل. وهنلاحظ من الرسم البياني السابق إن التوازن بيحصل عند نقطة التماس بين منحنى السواء U1، منحنى السواء U1 وخط الدخل مرورا او قيد الميزانية. احنا ذكرنا ان خط الدخل هو قيد الميزانية مرورا بالخيار سي، اي عند النقطة E. هنشوفها في الرسم السابق، هيكون عند النقطة E هتلتمس فيها نقطة التماس، هتكون عبارة عن نقطة التماس بين منحنى السواء U1 وخط الدخل، هتكون عند النقطة E. وهذا يعني ان الاسرة اختارت انتاج واعداد واستهلاك الوجبة في المنزل. انا هنا هنتج الوجبة وهعد الوجبة واستهلك الوجبة في المنزل، وبالتالي عرض أقل عدد ممكن من الساعات في سوق العمل. يعني لو على سبيل المثال عند نقطة التوازن E اختارت هنا الأسرة تخصيص 11 ساعة عمل، 11 ساعة لإنتاج وإعداد واستهلاك الوجبة الغذائية، هنا عند النقطة E لما هنشوف الرسم هيكون عندي خصصت 11 ساعة لإنتاج وإعداد واستهلاك الوجبة الغذائية، والوقت المتبقي كام؟ الوقت المتبقي طبعا هطرحه من 16، خصصت الوقت المتبقي وهم الخمس ساعات فقط، خصصتهم لسوق العمل، خصصتهم هنا لسوق العمل اللي هم الخمس ساعات. يعني زي ما أشرنا سابقا إن هذا الخيار بيفترض إن الأجر بقى الموجود في سوق العمل ما بيشجعش وما بيدفعش وما بيحفزش الأسرة على عرض عدد مرتفع من ساعات العمل، فأكيد في الحالة دي هنا الأجور في سوق العمل منخفضة. طبعا مهم ان احنا نؤكد على ملاحظة هامة هنا في نظرية الانتاج المنزلي، ان الاسرة بامكانها اختيار اي من الخيارات الثلاثة، بامكان الاسرة اختيار اي من الخيارات الثلاثة اللي احنا ذكرناهم. الخيار الاول ان انا اتوجه للمطعم واتناول الطعام، وبالتالي يعني اغلب الوقت هيكون مخصص لسوق العمل.
الخيار الثاني وهو أني أقوم بشراء مكونات الوجبة الغذائية وأعدها في المنزل وأتناولها واستهلكها، والخيار الثالث كان عكس الخيار الأول تماما وهو أن أنا بقوم بإنتاج مكونات الوجبة الغذائية في المنزل وبقوم بإعدادها واستهلاكها، وبالتالي هنا كنت بخصص أقل وقت ممكن للساعات المعروضة للعمل. فأنا هنا بنؤكد مرة أخرى أن الأسرة، أي أسرة، تقدر تختار أي من الخيارات الثلاثة، ويكون التوازن دائما عند نقطة تماس بين خط الدخل أو قيد الميزانية ومنحنى السواء. للتذكير فقط، فإن خيار الأسرة يعتمد زي ما ذكرنا على ثلاث محددات أو عوامل، وهم الأجر في سوق العمل، دخل الأسرة من غير العمل اللي هو مستوى الثراء، وكذلك أذواق وتفضيلات الأسرة. وبكده نكون انتهينا مع حضراتكم من عرض المحاضرة السابعة اللي تناولنا فيها نظرية الإنتاج المنزلي، إحدى نظريات عرض العمل اللي بيمثلوا يعني القوى العاملة أو العمال وليس المنشآت. أتمنى تكون المحاضرة مفيدة بالنسبة لحضراتكم واستفدتوا منها، وإن شاء الله في لقاء جديد مع المحاضرة الثامنة من مقرر اقتصاديات سوق العمل. بشكركم جدا على حسن استماعكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.